الرحيم، الصلاة والسلام على أشرف المرسلين. اسمحوا لي قبل البداية أود أن أرحب بالضيوف. In my name, sister, brother, in my name and on behalf of Algerian family football, welcome to Algeria. بسم الله الرحمن الرحيم، والصلاة والسلام على سيدنا محمد رسول الله. أما بعد، السادة الأعضاء، السادة الأعضاء الجمعية العامة، نتقي اليوم في هذا الجمع الكريم من أجل انتخاب رئيس الاتحادية الجزائرية لكرة القدم. مهمة لن تكون سهلة، ولا مجال في النجاح دون احتشاد جهود الجميع مع العمل الجماعي المشترك. لهذا أقف بينكم اليوم وقد عاهدت نفسي على العمل من أجل لم شمل عائلة الكرة القدم الجزائرية، والسعي من أجل استرجاع مكانتها، وعلى أن تبقى أسرة واحدة موحدة، خاصة أن السياق العام يفرض علينا وضع اليد في اليد وتجاوز كل أشكال الخلافات، مع محاولتنا في المساهمة في هذا المسعى من خلال توظيف طاقاتنا وتجاربنا المتواضعة من أجل تجسيد حلم رواد كرة القدم الجزائرية وتطلعات أمال جماهيرنا الوطنية وطموح قيادة بلادنا. لهذا كما قلتها من قبل، أمد يدي للجميع دون عقدة. إن وفقت في نيل ثقة العائلة الرياضية، أتعهد أنني سأعمل بلا هوادة لدعم المكتسبات الإيجابية وتثمينها، والسعي من أجل تصحيح الأخطاء إن وجدت، والتصدي للفساد والرداءة والتهميش وكل من شأنه تعطيل ديناميكية كرة القدم والرقي بكرة القدم الجزائرية. السادة الأعضاء الجمعية العامة، من هذا المنطلق فلا أفضل الحديث على برنامج انتخابي كونها ليست عهدة أولمبية كاملة، بل يتعين علي ترتيب الأولويات والأهداف بمنهجية عقلانية مع تسريع وتيرة الخطوات، وعليه فإننا نركز على ما يلي دون ترتيب للنقاط التي سأتلوها على مسامعكم الكريمة. النقطة الأولى، اعتماد هيكل تنظيمي جديد لإدارة الاتحادية الجزائرية لكرة القدم بوضع إطار تنظيمي حيوي ضمن أساليب عمل عصرية بمفهوم المانجمنت، يتميز بالمرونة والفعالية في الأداء والعقلنة في التسيير، بعيد عن العمل الروتيني الميكانيكي التقليدي والبطيء، مع التأكيد على عامل الكفاءة والنزاهة كشرطين ضروريين لتجسيد التقدم المنشود في إطار الرؤية الإصلاحية التي نقترحها. النقطة الثانية، اعتماد أساليب العمل العصرية كالرقمنة والتخطيط والاستشراف، لا مجال للتقدم دون مواكبة ما يحصل في العالم. النقطة الثالثة، العمل على إثراء الأدوات القانونية والتنظيمية الكفيلة باستدراك النقائص وتطوير وعصرنة نشاط الاتحادية والرابطات ونوادي كرة القدم بما يضمن تكييفها ومواكبتها مع قوانين الجمهورية ولوائح الفيفا لأجل تحسين ظروف عملها وزيادة فعاليتها ونجاعاتها. النقطة الرابعة، الإلمام العاجل بالوضع المالي للاتحاد بالاستعانة بخبراء مع خلق موارد مالية مستعجلة. لا سبيل إلى كل هذا إلا بوضع الرجل المناسب في مكانه الحقيقي، واعتماد استراتيجية تسويق واستثمار بالاعتماد على حيوية كفاءات شابة تسمع للاتحاد بتنويع مصادر الدخل لضمان موارد المالية الدائمة. النقطة الخامسة، تخفيض حجم الإنفاق العام للاتحاد وترشيد النفقات مسايرة مع الوضع العام التي تمر به الاتحاد. النقطة السادسة، التعجيل في تأهيل المركز التقني الوطني بسيدي موسى بما يوفر أحسن ظروف تحضير لمنتخبنا الوطني استعدادا للمواعيد والمواجهات الدولية المقبلة، خصوصا ونحن على أبواب كأس أمم إفريقيا بكوت ديفوار 2024. النقطة السابعة، رصد كل الموارد البشرية واللوجستية ووضعها تحت المنتخب الوطني خلال دورة كأس أمم إفريقيا بكوت ديفوار 2024 أجل بلوغ الأهداف المسطرة. النقطة الثامنة، دعم المنتخبات الشبانية بكل فئاتها للعودة إلى الواجهة والمشاركة في الاستحقاقات القادمة. النقطة التاسعة، الدعم الكامل لكرة القدم النسوية ومنتخب السيدات ومساندتها ومرافقتها بكل الوسائل أجل تحقيق أفضل النتائج الممكنة. النقطة العاشرة، بعث كرة القدم المدرسية والجامعية مع إنشاء منتخب وطني مدرسي وجامعي بالتنسيق مع الجهات الرسمية المختصة. النقطة 11،
إعادة ترتيب الأمور في المديرية الفنية الوطنية من خلال الاستنجاد بالكفاءات الجزائرية داخل الوطن وخارجه، مع رسم خارطة الطريق من شأنها السماح للمنتخبات الوطنية بالاستعداد للاستحقاقات القادمة. نقطة 12، العودة إلى التكوين اللامركزي عبر كامل ربوع الوطن بتنصيب مديرين جهويين مؤهلين يعملون على غربلة أفضل اللاعبين الشبان قبل دورات الانتقاء النهائي التي تنتهي باختيار لاعب النخبة دون إقصاء، إذ تفرض الكرة العالمية اليوم التنقيب العادل وإتاحة الفرص لجميع العثور على لاعبين مميزين. النقطة 13، تطوير رياضة كرة الصالات وحث النوادي على الانخراط وزيادة عدد ممارسي هذه الرياضة لأجل خلق منتخب وطني ينافس بقوة. النقطة 14، بعث أسس كرة القدم الشاطئية بالتنسيق والتعاون مع مديرية الشباب والرياضة في الولايات الساحلية لأجل تطوير هذه الرياضة وتكوين منتخب قوي على المنافسة. النقطة 15، استحداث خلية دائمة لمتابعة كل اللاعبين الشبان في الخارج بغرض تحقيق أقصى استفادة من الكفاءات الجزائرية في بلاد المهجر، وفضلا عن الرصد المستمر والدائم العمل الحثيث والمبكر على خلق جذور ارتباط قوية ومتينة من البداية بينهم وبين وطنهم الأصلي، مع الاستفادة من الكفاءات الجزائرية في الخارج الحاصلة على تكوين عالي في المستويات في مراكز التكوين. النقطة 16، لقاء مع الفاعلين في كرة القدم المحترفة والهاوية بغرض فهم والتكفل بالمشاكل الحقيقية وتحديد المعيقات ورفعها، مع لقاء مسؤولي الرابطات الولائية ميدانيا والاستماع إليهم باعتبارهم جزء من مشروع متكامل. النقطة 17، فتح حوار شامل وعاجل مع مسؤولي الأندية لتقييم مشروع الاحتراف. نقطة 18، تشجيع كرة القدم النسوية خاصة على مستوى النوادي المحترفة بإنشاء فرق نسوية. للتذكير فوجود هذه الفرق النسوية أصبحت شرطا ضروريا في نيل إجازة نادي محترف ولعب المنافسة القارية. نقطة 19، تطوير سلك الحكام وتحسين النقائص ووضع الحكام في أفضل الظروف، مع زيادة الفرص والإعداد والتربصات والاحتكاك والتأكيد على الشفافية المطلقة والنزاهة واستعباد كل الفائزين. نقطة 20، حل مشكلة ديون الفرق على مستوى غرفة فض النزاعات، هذه الديون التي تتفاقم باستمرار وتهدد وجود فرق جزائرية وتتطلب التدخل عاجلا لإيجاد حلول حقيقية من أجلها السماح بتجاوز هذا العائق نهائيا، لكن دون السماح بالمقابل بتبديد الأموال وإهدار والتلاعب والتسيب وخيانة الأمانة. النقطة 21 والأخيرة، لا مركزية في التسيير، وهذه النقطة التي أصر عليها، حيث أنني أعتبر نفسي من المناضلين لأجل لا مركزية تسيير الاتحادية الجزائرية لكرة القدم، حيث من المهم جدا أن لا يكون التسيير من موقع جغرافي واحد، مما يجعل الجهات الأخرى من وطننا الواسع هامشية، وهذا يفرض علينا زيادة مسؤوليات أعضاء الرابطات وتقديرهم بما يليق بالجهود التي يبذلونها في إطار السعي لتطوير كرة القدم، مع إشراكهم في اللقاءات الدورية وفي إثراء الاقتراحات وتنقيح النصوص القانونية وفي التسيير، لأن لعبة القدم مثل ما هي كرة جماعية فالنجاح هو جماعي. وفي الأخير نشكركم على حسن استماعكم، وفقنا الله لخدمة البلاد والعباد، المجد والخلود لشهدائنا الأبرار، وتحيا الجزائر.